احبابي بغيت نحضر معكم شويه كرواسه. ها هي درت الطحين على حسب المقدار اللي كندير. ها شويه البواني، صاشيه البواني، ها هي صاشيه تاعت البواني، هي تاعت الخماره الحلوه. هاي الخميرة تاعت الخبز، واحد شوية الزيت ماشي بزاف، شوية سنيدة، جوج معالق سنيدة، جوج معالق واحد شوية. دابا انا غادي نبدا بالماء. بسم الله. خفيفه وزوينه. دابا انا غادي عاوتاني نكملها، ما بغيتش درت كاس تاع الماء، نزيد عاوتاني الحليب على حسب اللي بغى يدير، اللي يكمل بالماء يكمل، اللي بغى يكمل بالحليب يكمل. انا بغيت نكملها بالحليب، ما تجي جاريه ما تجي قاصحه. دابا حبابي انا دابا كنجمعها، ملي غنجمعها ونسالي غادي نقدم معكم هاد الكرواسه اللي كنصايب. هادي غادي نرطبها بشويه بالزيت باش ما تلصقش ليا فيها. عندها شويه ترخافه هاد البلاستيكه نقيه جبتها من الثلاجه. شويه هادشي مرخوص واحد 5 دقائق بالما طلقات العجينه ديالنا ونطلاق. حنا رجعنا معكم الكرواسه ديالنا، حنا غادي نحكو ليها هاد الزبده. بسم الله. بحال هكا كتجي زوينه، ملي تبغي ديرها في التوراق كتجي زوينه باينه، لا غير كتحل الكرواسه بزاف. درت انا غير قياس باش يجي داكشي محدق وزوين. هذه الزبده هي باش نديرها في داك الورق. بسم الله بسم الله.
الميكا شويه كت تخليها مزيانه. اللي بغى يدير دقيق، اللي بغى يدير مازيلا، انا ما عنديش مازيلا ما درت. بسم الله. حبيبي انا غندير الزبده، هي حكيتها تكون مع الحكاش، ما غاديش تجي هكاك غليظه الزبده فيها، خاصها تجي محكوكه. دابا حبيبي غادي نطويها، غادي نطويها بحال هكا. دابا بحال هاك غادي نعاود ليها بحال هاك، هاكا وغادي نعاود ليها بحال هاكا، هاكا نخدمها. غادي ندير لها بحال هاك، غنخدمها دابا بحال هاك. Thank you.
ما عنديش ديك الماكينه بالرزيزه، كون كانت عندي غنضربها نبرقها فيها مزيان، هذيك كنعرف ليها، ولكن ما عنديش ان شاء الله نشريها. بسم الله ما غنديرهمش كبارات بزاف. انا غندير لها بحال هكا حيت ما لقيتش الشوكولاط داك الطويل، سادي الحوانت كنا دابا حبايبي انا كندهنها بشويه ديال البيض، شويه ديال البيض والحليب باش تحيد ريحه داك الريحه ديال البيض. زعما نخليها تخمر ما خمرتش، باقا تندير المزرعه اسماء على الاسماء. هانتم اخواتي كي شفتو عيد دابا سالات اللاطة الاولى، ودابا غادي يدهن اللاطة الثانية. غندير شوية الزريرعات هاهوما، اللي بغا يدير شوية اللوز يديرو مهرمش، اللي بغا يدير شوية الكاوكاو مهرمش يديرو، اللي بغا يدير اللوز ايفيلي يديرو، كل واحد الاستطاعة ديالو. هانتوما خوتي كيف كتشوفوا ما شاء الله جات زوينه. احنا دابا كملنا الشكل ديالها كيف كتشوفوا معنا في الفيديو. انا ماما ورقت الورقه مزيان، ضروري ما تكون الورقه مورقه باش تجيكم زوينه، وحتى ملي غتاكلوا تجيكم مقرمشه وزوينه، وحتى من انها اللي كتخلي كرواسه زوينه هي هذيك الزبده، يعني كتكون تم الرطوبه كتجي زوينه. ايوا خوتي ما نطولش عليكم، دابا غادي ندخلهم الفران ولا نخليهم يخمروا اولا، عاد ديك الساعه ندخلهم الفران يطيبوا، وديك الساعه غادي نتلاقاو ملي غادي نوريكم الشكل النهائي. يلا غادي كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البيتي بان ديالنا. شوفوا نتوما كي جا، هذا راه كتشوفوا ماشي حراق، لا هذا راه غير الشوكولاط وخرج من هنايا. نتوما كي كتشوفوا تبارك الله جات غزاله، جات تتحمق ما شهيتكم فيها، جات بنينه الصراحه، حسن ما ديالت الزنقه ديالت الدار. ايوا خوتي كنتمنى يعجبكم ويكون الاعجاب ديالكم. هذا هو الوصفه ديال هذا النهار. يعني قلنا علاش ما نصايبوش، علاش ما نصايبوش بتي بان ديال الدار، وفكرت انا وماما هذه الفكره هذه وصايبناها قدامكم. ها انتم كيف كتشوفوا راه كتجي زوينه وغزاله، غير جربوها راها كتحمق. ايوا خوتي ما نطولش عليكم، هذا هو الفيديو ديال النهار، كنتمنى يعجبكم ويكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك والاشتراك مع الاحباب والاصدقاء، وكنقدم تحيه خاصه الناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. يلا تهلاو ليا.